واحد الشخص يدعي بانه تيعطي الكريمات ب 500 درهم تينصب على الواحد تيعيط له وتيقول له انا راه غندخل لك وغنعطيك كريمه صيفط لي غير 500 درهم في البوسطه وغادي تحصل على كريمه. واخا هذا السيد هذا كيفاش تواصل معكم؟ كيفاش هذا عنده واحد النمره ما مسجلاش في فيهاش الاسم ديالو ولا هذه وتنعيطوا له تيعيط لينا تيقول لينا شوفوا تشاوروا مع الاهل ديالكم وشوفوا واش بغيتوا كريمه كبيره ولا صغيره وعيطوا لي وانا غادي ندخل لكم. واخا كيفاش كيعرف المعلومات ديالكم؟ كيفاش كيتواصل معكم؟ تي الهاتف انا ما عرفتش انا منين تيجيب هذه النمرات لان دابا العمليه السابعه اللي نصب. واخا ديروا هذه العمليه النصب تواصل معاه غنعيط له راه دابا قلت له واحد جوج دقائق ان شاء الله. يلاه تواصل معاه. نعم سيدي هو دابا ان شاء الله غادي يعيط ليا راه درت معاك راكب في الموطور ديالي نزلت يعيط ليا ان شاء الله وهذيك الساعه غن سرتي خطاتي؟ نعم واخا بلي ما يجاوب السلام عليكم. السلام السيد رئيس الجمعيه العقد المغربي لذوي الاحتياجات الخاصه هذا السيد هذا الاساسي هو بغينا نعرفوا منين تيجيب المعلومات اتصل عليا انا هذه شهرين جاء المعلومات ديالو كامله ديالي على عنده بانني معاق وعندي جوج ديال الاطفال وطلب مني 10000 ريال نصيفطها له في البوسطه وفي نفس الوقت يصيفط لي كود قال لك ديال هاد الكريمه قلت له ما كاين حتى مشكل الا جبتيها تاخذ اكثر من مليون عجيبها وتتحداك. واخا شكون تيعطي هذه المعلومات؟ هذا هو الاساسي والمشكل هو بغينا نعرفوا تيجيب المعلومات لان الانسان اون ديكا رقم هذا هو تيتصل دابا. السلام عليكم. السلام عليكم. حاج كيما داير؟ كاين شي فرق ديال طاكسي صغير؟ ديال طاكسي صغير كتكون 500 درهم في اي وكاله اي ماركه بغيتي ولا ما كاش ولا كاش. وديال الطاكسي كبير؟ ولا كانت كبير مزيانه طاكسي كبير. انا حضرت معاك انا عطيك الكود ديال هذا راه ويا جو هذيك عندك الحلاوه ديال 12 مليون ما نعطيك. وهذيك الساعه انت ما هذيك الساعه ما يخصك خير ان شاء الله الا دخلتي لنا في هذا الشيء ان شاء الله مرحبا. شنو دابا الطريقه اللي خصني ندير لهم؟ دابا اي وكاله تقول لهم كيسيفطوا زكريا محمد مشوار سعيد راه زكريا؟ زكريا محمد مشوار سعيد. واخا سي وبالنسبة للفلوس دابا بالنسبة للفلوس أنا ما عنديش كاملة. ودابا ودابا كتسوني يعني أنا كنجوب. إيه إيه والله يحفظك هذاك الشيء راه نصيفط لك شي حاجة ديال النص كاع ولا. نعم. شي نصيفط لك 500 درهم وأنا بغيت كبيرة. يوووو نزيد نكمل هاد شي يومين إن شاء الله توجد الفلوس ولا. يلاه. واخا. لا 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 ان شاء الله. واه يا راسي انور واخا تواصلتي معي الان على المباشر شنو الحوار اللي دات بكم بينهم؟ هذا السيد اتصلت به دابا قال لي كريمه صغيره ب 500 درهم والكبيره ب 1000 درهم انوار في المشوار السعيد في الرباط. بالنسبه لهذا السيد كيفاش بالنسبه للسن ديال البيت صغير كبير؟ هذا السيد كبير هذا عاقل زعما يكون فايت 60 عام تقريبا هذا الراجل زعما عاقل وتيقول لك هو لا ضيعتيني ما نسمح لك حيت انا ما عنديش لكم ولا ديال الفلوس قلت له غادي نصيفط لك غير 500 درهم بغيت كريمه كبيره احسن. دابا قال لك بغيتي كريمه ديال الكار ولا كريمه ديال الطاكسي؟ قال لي صغيره ديال الطاكسي ولا كبيره ماشي ديال الكار. ديك الساعه كتشوف الكريمه اللي بغيتي كيعطيها لك. تيعطيها لك. هذا الثمن راه زعما راه إلا كان بهذا الثمن راه مزيان مناسب. هادشي خطير هادشي بزاف. هادشي خطير بزاف. واخا بقى معنا. تنبه جميع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حنا الجمعية ديال العقد المغربي للمعاقين في سيدي سليمان، بأن هذا الميساج. وعلاش بالضبط أنتم هذه الفئة اللي كيستهدفكم؟ حيت دابا هاد الكريم تيقولوا راه دافع لسيدنا باش يعطيهم كريمات، تيقول أنا ندخل ليهم، هو تيقول لك أنا في المشوار السعي في الرباط.
وحنا ملي درنا تنلقاو هاد السيد تقريبا تنظن انا من سوق الاربع اللي تيبان ليا على حساب النمره دخلتها والرقم اللي تيصوني لنا هو به قال لك انا تنضيع عليكم المكالمه وهادي وصيفطوا لنا الفلوس. ما درتوش ما ديكلاريتيوش؟ باقي ما ديكلاريناش. تواجهنا دابا للصحافه هي الاولى ان شاء الله باش نوعيو الناس لعل وعسى وعاد ديك الساعه نديرو. وهذا السيد ما كيعرفش بانكم انتم ذوي احتياجات خاصه الحاله الماديه حقيقه الحاله الماديه المجريه الخاصه زعما في ما عندهم لا دخل لا خدمه لا والو هاد الناس المعاقين. احنا دابا دايرين عيش اسن جمعيه باش نهضوا بهذا الشخص المعاق بالنسبه للولوجيات بالنسبه للدخل بالنسبه يكون عنده واحد الدخل قار بالنسبه بزاف ديال الحوايج. ان شاء الله في هاد سيدي سليمان نطالبوا المجلس الاقليمي يدخل لينا في هاد. واخا السيد قال لك بانه كيف المشوار السايد؟ كاين في الرباط سميتو انوار قال لك دوز غير لوفاكاش. دوز لوفاكاش حط له 500 درهم. وبالنسبه للكود كيفاش غادي يعطيك الكود؟ كيفاش مطلوب لك شي وثائق اخرى؟ قال لك الماتريكول ديالها كاين. انا ما غادي نضيع. 500 درهم ديال اش هي اللي فهمت انا. قال لك ديال الطيبيه قال لك ديال. قال لك هو تيخدم بهذا الثمن. ها؟ 500 درهم 1000 درهم. وشو كيدعي في راسو والله لا اله الا الله الانسان ما عندوش ضمير وكبير السن انا تنطلبوا من السلطات تعاون معنا في هذا الشيء والناس الصحافه والاعلام شكرا. واخا بقى معنا السلام عليكم. السلام عليكم. قلتي لي العمليه السبعه العمليه السبعه اللي تيقوم بها الشخص هذا سيدي سليمان. سيدي سليمان وهذا على ما تيبان لي انسان كبير السن من خلال الكلام ديالو وهذيك المصطلحات اللي تيهضر بها هاد المصطلحات كانت في السبعينات مني كانت واحد الوقت دارت واحد العمليه ديال هاد الكريمات مالكريمات نفس الاسلوب اللي تيتخدم ونفس ستيل ونفس الاستراتيجي اللي تيخدم بها هاد السيد كبير في السن ما يفوق عن 70 سنه من خلال الكلام ديالو وبعد مره تينطق بعض الكلمات كما تنقولوا بهذيك اللهجه الفاسيه الا لا امولاي يعني عنده معلومات على هاد الناس كيفاش تينصبوا وهو ولا هو غيكون من هذوك الناس القدام اللي كانوا تينصبوا اما عاد خرج من السجن اما عاد رجع ثاني تيقوم بهاد العمليه والعواشر والمشكل اللي كاين تيطلب 10000 ريال هذوك فريد كابين تيقول لك يعني زعما هذه ديال الاجراءات ديالو هنا باش تعرف بانه بنادم تينصب واحد الطريقه على الناس اللي ذوي الاحتياجات الخاصه حيت عارف هاد الناس ديال الاحتياجات الخاصه الحلم ديالهم هما الكريمات تيقول ما غيخدمش ما عند ما يقدر يخدم ما يقدر يدير محل ما يقدر يدير بيع وشريه الا كريمه اللي تخدم عليه تيكونوا ساكن فاقدين الامل وباي حاجه تيتعلقوا ولو بواحد كما تنقولوا واحد الخشبه صغيره يشدها وما يغرقش هذا هو المشكل دابا هذه العمليه السابعه دابا مؤخرا نكتب بان كاين شي سيده من المويسين كيفاش وقعت العمليه في نفس العمليه اتصل عليها مباشره بالتليفون جبد لها المعلومات ديالها كامله فين ساكنه وحده من ساكنه حتى من مكتيب الحج واقعي حتى من الوالده ديالها مشات عمرها قال لها امك راه عمرها الله يبارك لها لاله وكذا ونديروا لها واحد هذا دابا الا بغيتي الكريمه راه انت تستافدي منها ناضت صيفطت له مسكينه 10000 ريال في هذه ديال بوسطه بليس وتا موقع ديال كاش بليس تيقول لك مثلا راه بلاصه فلان فلانيه نعم هذا هو المشكل تيقول لك السيد هذا هو السؤال مطروح الان السيد اللي تيلعب هو وياه واحد من سوق الاربعه هذا حسب الفكر ديالي وواحد من واحد ديال ولاد الغازي تيلعبوا هادو بجوج بهذه الطريقه اللي تيستلم من ولاد الغازي واللي تيخطط لهذا الاستراتيجي تيلعب بزاف في سوق الاربعه واخا قلت بانك انت تعرفتي بغيت تعرف انت بغيت تعرف اتصل عليا انا من شهرين واخا اتصل معك شنو قال لك؟ اتصل عليا من شهرين هذه لاباس سيدي بخير سيدي انت فلان بالاسم نيشان انسان معاق قلت له نعم قال لي عندك جوج وليدات قلت له اياه هو يقول لي راه كاين كريمات في ايام التسعينات ايام التسعينات باقي من ايام التسعينات الا بغيتي شي كريمه راه انت الاول تستافد منها وراه اللجنه قررت باش تعطيها لك قلت له ما كاين حتى مشكل لكن شنو المطلوب قال لك الحلاوه 5 مليون كذا كبيره صغيره نفس اللي قال كما قال الرئيس ديالنا قلت له انا شنو المطلوب قال لي استرسل مع ولادك وصيفط لي دابا 50000 فرانك انا من خلال هذيك الكلام ديالو هذيك الزربه ديالو قلت له بهذا المصطلح الشعبي ضرب لي ندور صفر عليا نوقف قلت له جيب نعطيك مليون جيبها نعطيك مليون من تما قال لي انت ما مزيانش وما تطيقش قلت له الله يخليك لا داعي تنصب على الاخوان ديالي من بعد ما التحقوا جينا عند الاستاذ ديالنا الصحفي باش هذه المساله نحضروا بها جميع الاخوان الناس الضعاف من لي زون ديكا من ذوي الاحتياجات الخاصه حتى الناس اخرين الضعاف ما يتيقوش بهذا النصاب دابا بالنسبه لكم انتم شكون تيسرب لهاد المعلومات ديال بانه هذا هو الاساسي ملي تيقول لك انت اون ديكا تمشي على كرسي متحرك
سميتك فلان وولادك جوج الوليدات الحاله السياسيه والحاله العائليه ديالك هذا هو الغريب في الامر. هاد السيد منين تيجيب هاد الشيء؟ هذا هو دابا حنا اللي تنبحثوا عليه وغنبحثوا عليه حتى نلقاوه. منين المصدر ديال هذا البحث ديالو؟ هاد المعلومات منين تجي؟ القهوه غنلقاوها. بالنسبه لكم انتم درتوا الشكايات في الموضوع؟ لحد الساعه باقي ما درناش الشكايه، عاد غنجمعوا هاد الاخوان اللي تم النصب عندهم، حتى مني ولينا حنا تنتكلموا عاد ولاو الناس كاع اللي تنصب عليهم ولاو تيقولوا لنا عاد ولاو تيلجؤوا لجمعيه العقد المغربي للمعاقين بهذا المشكل هذا. عاد غنطلقوا. بالنسبه لكم انتم الجمعيه ها نفس السمه اللي تنصب عليهم ولا كاين مدن اخرى؟ لا كاين، هو تيهضر بمدن اخرى، قال لك وحده من الخميسات، دابا تيقول وحده من سوق الاربعه، انا تنجليزي معاها. هو تيهضر بالخميسات سوق الاربعه، يعني تيدور في منطقه الغرب. تيهضر الا في المناطق المجاوره اللي تابعه لمنطقه الغرب. سوق الاربعه الخميسات. بالنسبه للرقم ديالو باقي، هو الرقم اللي ديالو؟ هو الرقم ديالو نيشان باسم زكريا، الاسم المستعار هذا يمكن زكريا. حيت من خلال اللاج ديالو ما غيكونش سميتو زكريا، عامل العمر ديالو يتضح لي انه ما سميتوش زكريا. حسين ديالو بلاطه. من خلال الاسم واش نقولوا له الحاج زكريا؟ هذه معمره باقا معمره ظهر دابا حاليا. حنا رحنا احنا مغاربه وتنعرفوا كيفاش هذا العلم الاجتماع، رحنا عارفين حتى فهاد القواعد هذه. هذا هو المشكل الاساسي، هو الاسلوب ديالو، الاسلوب ديالو السلطوي او الاسلوب ديالو كما تنقولوا حنا، هذاك الاسلوب ديال الناس ديال القصر ديال زمان باقي تيخدم به. ربما كنتي ربما هادشي تعلموا في الحبس، ربما دوز واحد الفتره ديال الحبس وجا او تيعاشر ناس او او تيعاشر ناس في هذا النصب هذا ودار خليه ديالو. المهم هو ما تيلعبش وحده، اكيد تيلعبوا مع ناس اخرين للاستلام، هو تيخطط وهما تيهضروا بالمشوار السعيد. ولكن غنلقاو له النقطه الضعف ديالو غتحصل. اذا تحنا في الدور ديالنا كنتمناو من الجهه المسؤوله واحد الفكره. استاذ هو اللي لعب معنا بهذا اللعب هذا، بهذا اللعب الطويل كما تنقولوا، حنا غنلعبوا معاه بالصوت اناليز بالتهديدات والفرص، نجيبوه ورا الفهم يفهم. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. شويه الرساله ديالكم خويا، تنشوف هذا السيد اللي تنصب على الناس في هذه العواشر، هذه المساله خص السلطات تتعاون معنا والناس ديال الاعلام ان شاء الله، باش نحاولوا نقبضوا على هذا المجرم اللي ما خصش يتخذ في حقه واحد عقوبه تكون قاسيه. هذا راه سبعه ديال الاشخاص معاقين ختالم الفقر ديالهم والضعف ديالهم، وتيقول لهم راه كيجيهم في سبت حلقه عندك المعلومات مضبوطه، تيقول شحال الوليدات عندك؟ تيقول لك تيسولك في ساكن وتيسولك على الكنيه والسميه، تيقول لك واش عندك باك ولا الام ديالك، تيقول لك واش مجوج عندك وليدات، وتيمشي يدير بحث اخر عاوتاني، راه ماشي تيدقق من معلومات اخرى حيت تيعطيك حتى باك في خدام ولا امك شنو تدير ولا فهمتي، وتيعرف عليك المعلومات عاد حتى ديك الساعه تيولي يتصل. انا ما عنديش تعبئه غير صونيت عليه وقطعت. صونيتي قطعتي ولا جاوبني قال لي واخا هذيك السيده اللي قلتي بانها مسكينه تعرضت لعمليه النصب مؤخرا. نعم. بغات تشري لوليداتها الحويجات. الكسيوات قالت لك اودي عندي 10000 ريال كنت حاطها باش نشري بنيتي الكسيوات تنصب لي عليهم هنا، دعيت الله في هذه العواشر. قلت لها اودي لا ما تقوليش هكا، كاين القانون، كاين الناس ديال السلطه، الناس ديالنا ديال السلطه هذا الجانب هذا راه ما غيسكتوش وغيجيبوه يجيبوه. لا الضابطه القضائيه ولا الضابطه ديالنا ديال رجال الدرك يجيبوه يجيبوه. الحمد لله الناس عندنا كف ضباط في المستوى، والله واخا يمشي في الممشى غيجيبوه، يلعب كي بغى يجيبوه. تعرف الدور ديالنا كنتمناكم تمشيو انتم ديروا شي كيف الموضوع باش الاجهزه تدير تقوم بالدور ديالها. اذا مشاهدي الوجه كما سمعتوا معنا عامله النصب اللي داس على المباشر اللي كتستهدف هاد الناس ديال احتياجات خاصه. اذا كنتمناو صادقين من الجهه المسؤوله باش ياخذوا بعين الاعتبار الوضعيه ديال هاد الناس اللي كتعرضوا لعامله النصب. اذا مشاهدي الوجه كما كنت حسن الضالي، شكرا المدير الجهوي وزاره الوجهه بشهاده من المدينه.